وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، الإخوة الكرام، حضور هذه الحلقة العلمية المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الأيام يتحدث الناس وتكتب وسائل الإعلام وتتحدث القنوات الفضائية عندنا في هذه البلد عن موضوع زيارة شيخ يسمى خالد الغامدي. يقال أن هذا الرجل إمام للحرم المكي، أنا ما أدري هذه المعلومة صحيحة أم غير صحيحة. على أي حال، هذا الشيخ يزور السودان هذه الأيام، ويقال أيضا أن هذه الزيارة هي زيارة رسمية وتمثل رؤية للمملكة السعودية. على أي حال، صدقت هذه المعلومات أم كانت كاذبة؟ لا بد من وقفة وتعليق على هذه الزيارة. أولا، هذا الشيخ لما زار السودان عقد مجموعة من الجلسات مع رؤساء وزعماء للتصوف في السودان، كزعيم الطريقة الكباشية والصائم ديما كفرع من أفرع الطريقة السمانية، قالوا دعش معه وجايبين كلمات ومحاضرة مؤتمر صحفي، مجموعة من الأشياء كلها أقيمت وكانت ضمن زيارة ما يسمى بإمام الحرم المكي. وتضمنت هذه الزيارة، أنا لسه بعكسك في الخلفية الكاملة، تضمنت هذه الزيارة ما يسمى بالتقارب بين الصوفية وبين السلفيين، تقارب، زيارة لمسجد الصوفية وجلوس مع شيوخ كبار في الطرق الصوفية. زد على ذلك، تضمنت هذه الزيارة أي زيارة ما يسمى بإمام الحرم المكي لمزارات ومقرات الطرق الصوفية، تضمنت هذه الزيارة فعاليات وبدع صوفية كبرى. تخيل معاي، يستقبل إمام الحرم، انت كده خلي بالك معاي، يستقبل بالنوبات بالطبول، يستقبل إمام الحرم بالمدايح الصوفية. انت مركز معاي؟ طيب، هذه زيارة يا اخواننا لابد في هذه الاحداث من تعليق. بعد ذلك تكلمت وسائل الاعلام، لسه انا بعكسك في الخلفية العامة تحت الوضع. وسائل الاعلام تكلمت عن التقارب، قالوا هذه رسالة بتبعثها السعودية
إنه سيتغير الخطاب، يعني مفاد هذا أن الخطاب سيتغير تجاه الصوفية أو الموقف السلفي من الصوفية سيتغير بناء على هذه الزيارة لما يسمى بإمام الحرم المكي خالد الغامدي. ده ما يتكلم الناس عنه، هذا ما يقوله الناس هذه الأيام، يعني يتغير خطاب السلفيين في مناقشة ما عند الصوفية من ضلال في باب التوحيد وضلال في باب العبادة من البدع التي يتعبد بها الصوفية كالموالد والنوبات والأذكار المحدثة وغيرها من مظاهر البدع والبدع الحقيقية الموجودة في دين الصوفية. الناس بتتكلم اليوم على إنه سيتغير الخطاب تجاه الصوفية بناء على زيارة هذا الرجل اللي قالوا ده إمام الحرم المكي. أضف إلى ذلك كانت هذه الزيارة بتنسيق وبصحبة جماعة أنصار السنة متمثلة في مجموعة من القيادات كرئيس من رؤسائهم إسماعيل عثمان ومجموعة من قادة أنصار السنة اصطحبوا هذا الرجل شيخ الحرم المكي كما قيل، اصطحبوه إلى مكان الكباشي ومنها إلى الصايم ديما ماشيين قدامه وبإعاز منهم وبتشجيع على هذا البرنامج ومعه على زيارة الصوفية. ده الحدث الحاصل الآن والواقع، والنتيجة الاحتفاء من الصوفية يحتفوا بهذا الرجل يقول لك إمام الحرم المكي جانا ودي زيارة منه كويس، وجاهم إضافة لأنه رضا بكل ما عندهم. ما سمعنا كلمة واحدة صدرت من هذا المسمى بإمام الحرم قال لهم اللي بتعملوا فيه ده غلط ولا ده باطل ولا دعاء غير الله مبجوز ولا التبرك بالأول قدام عينه بيبوسوا بيغبلوا وبيعملوا أشياء من جنس الغلو المحرم كويس قدام عينه بيعملوا فيه. ما تكلم مع واحد، ما سمعنا. النوبة اتدقت واستقبلوا بالنوبات ومدايح الصوفية والدراويش بيلفوا وبيضربوا الأرض قدام عينه وما قال حاجة. خذ معاك كل هذه الأمور، أما التعليق ففي نقاط أساسية. النقطة الأولى، لابد أن يعلم أن الدين الإسلامي والعقيدة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تتغير بتغير مواقف سياسية من هنا أو هناك، ما بتتغير. وموقف السلفيين تجاه ما عند الصوفية أو عند غيرهم من الطوائف المنحرفة المبتدعة، الموقف من هؤلاء لم يصدر يوم من الأيام بناء على قرار حكومة من الحكومات ولا رئيس من الرؤساء ولا زعيم من الزعماء، إنما الموقف صادر عما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى في الأخيرة من سورة المجادلة، قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الموقف من عقيدة خربانة
عقيدة تقوم على عبادة الشيوخ من دون الله عز وجل. ما بيتغير الموقف زي ما بقول لك السياسيون يتغير بالتغيرات السياسية ولا بغيرها. اعلموا تماما أن المنهج السلفي منهج قائم على أدلة الكتاب والسنة. نحن أعرف لو ثبت ولو صدق الكلام إن السعودية اتغيرت في موقفها تجاه الصوفية فلسنا تبع للسعودية، ولا تعبدنا الله عز وجل بأن نكون تبعا لشخص ما إلا النبي عليه الصلاة والسلام. قال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والقرآن يكلمك، ما في أي موقف مجاملة ومداهنة في الدين مع أي إنسان كائنا من كان. أعرف المعلومة دي. وبالتالي أول حاجة شيل كل تصريحات الصحفيين وكلام الإعلاميين والكتبات الجرائد واضربه عرض الحائط كله كله. موقف السلفية من الصوفية ليس موقفا سياسيا، نعرف المعلومة دي. هذا مو موقف سياسي، عشان انت تقول لي يتغير بتغير السياسات، ده ما موقف سياسي، ده موقف عقدي. عقدي يتغير هذا الموقف لما يتغير الصوفية من عقيدتهم الباطلة إلى عقيدة الإسلام الصحيحة النقية. ارجعوا للعقيدة، عقيدة صحيحة، مش كما تقول لي لا لا ولا بد من التقارب ونمشي نعمل جلسة وعشاء والجماعة يقعدوا ويجيبوا لهم لحمة يأكلوها في امتى ويجيب عصيدة ودغمة. دغمة بتغير لها دين؟ عقيدة تغير دغمة؟ وإحنا مشكلتنا معك في أكل؟ احنا دي ما مشكلتنا معك. وليس لنا مع الصوفية مشاكل عرقية ولا في النسب، ده أهلنا في النهاية. أهلنا العم صوفي والخال والأبو والأم والبنت خالته، ديل أهلنا وديل رحمنا. قبل ما أنت تجيب لي زول من برا عشان تقول لي يعمل بين التوافق، نحن لو دارين التوافق ما داري لنا زول من برا، ديل أولاد عمنا وديل أهلنا. والبربطنا نحن بهم أكبر من اللي بيربط غيرنا بهم. لكن مع هذا الموقف موقف مبني على عقيدة. ما هي عقيدة الصوفية؟ اللي فيها العداء الليلة والمشاكل في شنو انت قايل؟ عقيدة موجودة في الكتب دي جوا هنا، موجودة هنا في الكتب بتاعنا. الختمية كطريقة أكبر انتشارا في السودان، بيقول في كتاب فيوض البحور المتلاطمة، قال أنا عرشها، ده الشيخ، أنا عرشها، قال والكرسي أنا، قال أنا للسما بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم اطفيها. باقي لك دي عشا بصليحة، ناي نقعد لنا في مائدة بتاعت عشا وناكل لنا جدادتين خلاص كده نقول صلحت البناتنا. بتاع القادرية قال زراعي، دايل المشوليهم الكبابيش بتاع القادرية ذاتهم، قال زراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي. دخل يده بفوق ونزل بتحت قاع البحر، ها؟ قال أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة، قال أنا كنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصايا استمدت، قال أنا كنت مع أيوب في غشو عينه وما برئت بلواه إلا بتفلتي، قال أنا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا وأعطيت داودا حلاوة نغمتي، قال أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا العاشق المعشوق في كل مضمر، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. الكلام ده بيصلحوا قاعدة بتاعت عشاء؟ ده ما تتوب منه لله، مش تتوب لنا نحن، تتوب لله. ما تتوب منه لله، ربنا ما يقبل منك صرفا ولا عدلا،
مش لو جا قعد معاك إمام الحرم، لو جا الحرم كله جاك في بيتكم وأنت تعتقد هذه العقيدة أنت خرجت من ملة الإسلام، ولو كنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت ود عم النبي صلى الله عليه وسلم، أنت بتعتقد عقيدة زي دي؟ تمشي جهنم، تمشي جهنم. والعقيدة ما فيها مجاملة. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام ذكر 18 رسولا، ده الرسل، ده ما إمام حرم، إمام حرم بس لا، ده رسول. ربنا سبحانه وتعالى قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. دل 18 رسول الله بعدها قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. تقول لي أنت إمام الحرم جاني وقعد معاي وأكلنا العشاء سوا، تأكل عشاء يجيك إمام حرم، يجيك رئيس سعودية، يجيك رئيس بنغلاديش، أنت بتعتقد هذه العقيدة؟ ما بينفعك أمام الله عز وجل. ربنا يخاطب نبيه أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى، ربنا يقول له قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الكلام ده لمنو انت قايل؟ الكلام ده لمنو؟ ده انت قايله لإمام حرم؟ أه؟ الكلام ده مخاطب به شخص النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال له لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. طيب انت تقول له خلاص جاني انا امام الحرم ما شاء الله يا اخي، ده الشيخ الغامدي امام الحرم يهودا معانا، وقوموا دقوا نوبه دق 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 دقيت نوبه، ذبح لك، ذبح لك امام الله عز وجل. وانت يا انصار السنه يا مسكين المشيت معه، مشيت ليه؟ ابتغاء دراهم معدوده تكتسبها من خلال ما تفسده من المنهج السلفي الذي بناه من ذهبوا ومن مضوا في هذه البلاد، بنوه بالدماء وبنوه بالتعب وبنوه بالجهد العظيم. الآن يجي واحد من قادة أنصار السنة دار يفسد من بنى من المنهج القويم، يفسد عشان يكسب له قرشين ثلاثة، ريال ريالين، يلقاهم من وراء الخزن بتاعت الإخوان المسلمين. هذه عبارة عن مكيدة ومؤامرة حيكت لضرب الإسلام ولضرب التوحيد، وهيهات هيهات. انت داير بكل هذه البساطة، بكل بساطة داير تهدم عقيدة الولاء والبراء اللي نحن نشأنا عليه حتى في البيوت. والليلة الإخوة كلهم اللي بيعرفوا التوحيد والعقيدة يتربوا عليها في بيوتهم، نحن الآن عقيدة الولاء والبراء بنستخدمها مع أماتنا وأبواتنا وأولاد عمنا، عندنا ولاء وبراء في العقيدة. دار تجي أنت تخريبها لنا بعشاء؟ عشاء بس؟ إزيك يا صايم ديما؟ وإزيك يا ما تعرف الكباشي؟ وإزيك يا ود المكاشفي؟ وإزيك ما ونحن أحبابنا كلنا؟ ويجيبوا لك ده ماشيين سوا كده؟ نحن روحانا حللنا بدنا، يجي ده منطبق مع ده وماشيين خلاص انتهى كل شيء، خلاص. تاني توحيد ما في، وتاني ما تقول لي صوفي ما تدعو غير الله، وتاني ما تقول للجماعة ما تطوف بالقوم، خلاص انتهى أي حاجة. بالله يا سلام عليك، شاطر. ده كله كلام فارغ. كله كلام فارغ. فهمت كلامي ده؟ ونحن لسنا نتبع، أعرف المعلومة دي، لسنا نتبع لشيخ الحرم ولا إمام اسمه إمام الحرم ولا شيخ الحرم. يا زول احنا ما بنتبع له. أذكر الجميع بأثر ابن عباس. كويس؟ أثر لابن عباس رضي الله عنه لما وجد مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم
في مسألة تختص بالحج والعمرة، فقالوا فيها بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فابن عباس قال لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر. قال لا، نحن بنكلم في الناس زمن طويل، بقال الله وقال الرسول. يجي سؤال لسه يقول لهم: يا أخي إمام الحرم خشى ودق النوبة، دق النوبة هو دقوه قدامه، ده كله ما بغير من الحقيقة شيء، ما بغير. النوبة بدعة، ما تقول لا والله ما حيضر إمام الحرم، إمام الحرم كان قاعد معنا، أنا ماني ماله. إمام الحرم آية ولا حديث؟ ها؟ منو؟ هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. منو؟ صحابي؟ لا. تابعي؟ لا. لكن الناس عندهم من الخواء وعدم الفهم للدين الإسلامي إنه زي ده ممكن يغير فيهم. والله يبقى أي واحد بس يقول لهم طيب وقال كده، يقول لهم أنا سعودي طبعا. وسعودي يعني شنو؟ يعني شنو سعودي؟ تغير ديننا عشان أنت سعودي؟ نحن مع احترامنا لكل الجنسيات، إن كانت سعودية أو غير سعودية، نحن نحترم كل مسلم أيا كان، صاحب عقيدة نظيفة نحن نحترمه يا أخواننا. ما هنا تكلم لنا في زول شان جنسيته لا أبدا، لكن الشر بغيظنا وخلينا نعلق ونتكلم كونه إنسان يستغل ما عنده من المكانة ويستغل ما عنده من الخلفية، خلفية التوحيد والسنة، عشان يجي يفسد بها التوحيد والسنة ذاته. ما تستغل، ما بنقبل أبية إمام حرم ولا إمام غيره، ما بنقبل. طيب تستغل لنا مكانتك أنت في نفوس المؤمنين وفي نفوس المسلمين عموما، تستغل مكانتك عشان تجي أنت تدغدغ لنا على مشاعر الصوفية، وتجي يطلعنا. تخيل نحن اللي قاعدين في البلد دينا زمان كأننا ناس لئيمين بس، وما بنعرف كيف نتعامل معهم. بالله هو لو العشب حلة، لو العشب حلة المشكلة بينه وبين الصوفية، نحن مرجينك تاكلوا أنت اللي هناك؟ ما كان كلناه نحن هنا ده؟ زمان كان بعشاء وغدا فهمت، ونعمل فطيرة باللبن نضربها نحن مع الصوفية ديل والمشكلة تتحلى. لكن دي مشكلة بتاعت عقيدة. أديني الكتاب ده منتبه. بس آخر حاجة أنا أعلق لك عليها وأفتح الفرصة لشيخ شهاب. البرنامج يقيم، برنامج يقيم في قناة 24 سودانية. جابوا في واحد اسمه عثمان الكباشي، وعثمان الكباشي ده يتبع الطريقة الكباشية اللي زار ما يسمى بإمام الحرم خالد الغامدي اللي زارهم قبل كم؟ قبل يومين. كويس؟ عثمان الكباشي، من هو عثمان الكباشي؟ تعرفه أنت؟ نحن زمن طويل ما تكلمنا عنه، لأنه كان يوم من الأيام يمثل وزيرا في هذه الدولة وفي هذا البلد، ولكن الآن ما وزير ولا أي حاجة. عثمان الكباشي مقرز لهذا الكتاب. نحن عندنا وثائق، وثائق موجودة. عثمان كباشي عندك معانا كلام؟ مرحبا بك. داير نقاش في الحلقات العامة وفي المساجد، نقاش علمي؟ مرحبا بك، تعال اقعد، نحن بنناقشك. شنو؟ تجيب الجبراوي. قال جايبين واحد اسمه الجبراوي انصار سنة، ده جايبينه قال عشان يناقش ويحاور فيما يخص موضوع زيارة إمام الحرم للسودان. الجبراوي يناقش الكباشي. لا لا لا، ده ما بيناقشه. نحن بنعرف نناقش زولنا كويس، مش افتخارا، لا ما افتخارا، ولا بنفتخر بنفسنا يوم من الأيام أبدا، ولكن لأن هؤلاء امتلأت أفواههم من أموال أولئك، فلذلك من كان فمه ملانا لا يتكلم. ونحن أهلنا في الغرب بقول لك الدابي في خشم جرادايا ولا بيعضي، صح؟ يعني شنو؟ الزول كان اديته بقى في خشمه في حاجه بياكل، ما بيعضيك ما بحبشك. فدل في خشمه في جرادايات، كم جرادايا؟ ما جرادايا واحده، عشان كده ما بيعضوا. مش ان هم ما بيعرفوا، هم بيعرفوا لكن هم ما دارين، لانه هم ما دارين يعضوا ده، دارين يعضوا حاجه ثانيه. فهمت كلامي؟ المهم جواب يناقش فيه عثمان الكباشي وقت اللي كان مسؤول في البلد دي، قرز الكتب دي. كويس؟ قرز الكتب دي
كتاب اسمه سراج السالكين، احتمال يكون عند اخواننا قاعد هنا، لو في جيبوا لي كتاب سراج السالكين، قرز عثمان الكباسي. كتاب قلائد الذهب اللي هو ده قرز عثمان الكباسي. كتاب اخر سلسله اسمها سلسله زاد او مداد المسيد، يا هدي السلسله اصدار رقم 5. قال كتاب قلائد الذهب ونتاج القرب، شرح توسل الشيخ محمد السمان، تاليف الاستاذ الشيخ عبد المحمود نور الدايم. طيب الغرض الكتاب ده منو؟ والنشره واللي دل عليه في الصفحه الثالثه، التغريز عثمان البشير الكباشي وزير التوجيه والاوقاف. عثمان البشير الكباشي ده اللي جابوه، وده اللي مشى لهم بتاع الحرم، قال عشان يتعشى معاهم ياكلوا بجاي، وها قلت لك كده صايم نيمه، وها يا الكباشي عشوه دار خلاص كده يقنعنا بانه الفوارق العقديه انتهت والصوفيه ما عندهم مشكله، يا هون دار يتعشوا مع امام الحرم ما عندهم مشكله. تعال شوف جوا هنا في شنو. بس انا بقرا لك 3 سطور ولا 4 من صفحه واحده بس. الكتاب ده الصفحه 83، الصفحة 83 في الكتاب ده. طيب الصفحة 83 قال، ومن كلامه رضي الله عنه، أي زول يعمل جوطة خلوه يا أخوانا ما تشتغلوا به، بقى زول صوفي، بقى أنصار سنة، بقى عثمان الكباشي ده ذاته، أي زول دار يناقشنا نقاش علمي ما عندنا مشكلة، دار تسألنا حبابك نديك فرصة السؤال تسأل نجاوب لك حسب علمنا، ده كله ما عجبك اتفضل في باب جاي، في باب هنا، في باب غادي، ما عندنا معك مشكله. طيب قال ومن كلامه، ده كلام الشيخ جوا الكتاب، ودي عقيده الكباشيين، ها دي عقيدتهم اللي بتاع الحرم ماشي يصلحها بعشا، قال عشا كويس. قال ومن كلامه انا موسى عليه السلام في مناجاته، اها أنا علي رضي الله عنه في حملاته، قال أنا كل ولي في الأرض خلعته بيدي، ألبس منهم من شئت، أنا في السماء شاهدت ربي. خليك بالك، ده قال طلع السماء فوق وشاف الله، قال شاهدت ربي. نحن هسه لو قلنا للصوفية ربنا قال الرحمن على العرش استوى، والآية معناها الله في السماء، كويس؟ يجيك صوفي طوال يعمل معاك جوطة، كيف تقولوا الله في السماء؟ أنتم مشبهة، أنتم مجسمة. طيب نحن كلامنا كده خليه، رأيك شنو في شيخك ده؟ رأيك شنو في شيخك ده؟ ده قال أنا في السماء شاهدت ربي وعلى الكرسي خاطبته، مش كده بس، قال كمان يتكلم مع الله، يتكلم معه، شغل كلامه يا الله كده والله بيجاوب له. قال كلمت ربي، كويس، مشى قدام، قال انا بيدي ابواب النار غلقتها، قفل بيبان النار بيده. بعدين قال وبيدي جنه الفردوس فتحتها، فتح الجنه بيده وقفل النار بيده. ده منو ده؟ ده اللي مشى لهم امام الحرم المزعوم، داير يصلح او يصلح ما بين السلفيين والصوفية في مائدة العشاء، فعشاء صلي عقيدة زي دي تقول ايوه خلاص زرنا الصوفية والصوفية راح، قالوا هادو لو فروة وهادو لو سبحة، يا زول سبحة كمان، يعني هسه ما بتخجل دار ترجع اهلك بفروة بتاع الصوفية وسبحة وجلابية خضراء؟ ما بتخجل دار ترجع اهلك بصورة زي دي؟ شوف والله نحن وقتك اللي انت قاعد في اهلك ومحترم ومقدر، نحن ما سألناك، ويوم من الايام ما تكلمنا مع عن امام حرم او عن غيره، كلهم او غيرهم او منهم من هم علماء وفضلاء واجلاء ومشايخ لنا نحترمهم ونخطهم في عيوننا ونشيلهم في راسنا، لكن تقدر تلخبط بلدنا؟ تقدر تلخبط بلدنا؟ تمشي للصوفيه وتقعد معاهم وتتدق النوبه قدامك ويعملوا الاناشيد والمدايح الشركيه قدامك وانت تقر الكلام ده كله وداير ترجع من بلدنا ونحن نخليك؟ والله ما نخليك، والله لا يجيش على الحرم ده كله في راسك، والله ما نخليك. ده كلام فارغ، ده ضيع للعقيده يا ناس، ضيع للعقيده، وما ضاعت عقيده المسلمين
إلا بمثل هذه الفعائل والصنايع. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.